محمد الرئيس محمد مرسي في حضوره او عدم حضوره النهارده الجنازه. هو تقريبا الراجل كان امبارح موجود في كان بيتفقد الكتيبه او الوحده اللي حصلت فيها المجزره الداميه بتاعت رفح. طبعا هو الكلام ده كان في العريش امبارح يعني عشان يجي القاهره او يحضر الجنازه. انا شايف ان الموضوع يعني مش شكل يعني مؤثر قوي للدرجه او اللي ممكن تعيب شخص الرئيس نفسه. طب هو المشرف الطوي برده كان امبارح كان معاه النهارده حضر الجنازه؟ مفيش مشكله، بس هو انا ما اعرفش يعني هو ليه الناس دلوقتي يعني احنا بنفكر دلوقتي في اللي حصل في المجزره، مين المتسبب ومين اللي عمل الكلام دوت؟ هل المخطط ده مخطط مصر او مخطط صهيوني؟ ده اللي يهمنا، مش يهمنا حته ان الرئيس حضر او ما حضرش. انا واحد مش اخوان على فكره ومش سلفي خالص، بس هي الفكره كلها ان احنا دلوقتي بقى لنا كام يوم كل شويه نشوف على صفحات الفيسبوك ده مرسي دخل الحمام، ده مرسي غسل ايده، ده مرسي يتكلم في التليفون، ده مرسي راح قابل واحد. احنا مش هو ده اللي احنا عايزينه. اللي احنا عايزينه دلوقتي عايزين نعرف مصير البلد هيمشي ازاي في ظل الفتن اللي بتحصل، في ظل المجازر اللي بتحصل، في ظل يعني تقريبا تفاوت امني بشكل رهيب جدا، انقطاع الكهرباء كل شويه عمال يقطع، هنطور من الصناعه ازاي؟ هنحرر البلد من الفساد والتطهير المؤسسات اللي احنا بندور عليه؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. تعليقي يعني على غياب دكتور مرسي ان انا كنت اتمنى طبعا ان هو يروح، لان مفيش حاجه اسمها ان الرئيس خايف يروح عشان عشان الامن او كده، لا، في حاجه اسمها حرس جمهوري، وفي حاجه اسمها ان المشير راح وعرفوا يحرسوه. لو الحرس الجمهوري ده مش عارف يحرسه يبقى مطالب ان هو يشوف غيره، انما فكره ان فرد كده اسمه توفيق عكاشه او مجموعه يهددوا الرئيس فالرئيس ما يروحش، ده تهريج بصراحه. وانا رايي بصراحه ان انا مش لاقي سبب ان الرئيس محمد مرسي اللي هو ما يحضرش الجنازه، يعني المفروض يعني هو اول واحد كان المفروض يكون موجود. يعني مرسي للمنتخب يعني ربنا يوفقه ويعينه. صحيح انا انتخبت الدكتور الفريق احمد شفيق، بس واتمنيت له بالتوفيق ونزلت فرحت مع الناس ان هم انتخبوه الرئيس مرسي. غيابه النهارده عن الجنازه معرفش ظروفه ايه، انا اصلا مش في الرئاسه ولا في الموقع الحدث، بس هو